السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعت لكم فيديو جديد في لعبة ميجا تاون بعنوان يوم كامل في المركز التجاري. ويلا نبدأ الفيديو. في صباحي ذات يوم، حسن يجب علي أن أخبر أمي. حسن أنسوا أخبرها. مرحبا يا أمي. مرحبا يا نور، ماذا هناك؟ أردت أن أخبرك شيئا، ولكن يبدو أنك منشغلة بالعمل الآن. حسن يا عزيزتي، لا ليس هناك شيء مهم في الحقيقة. ماذا هناك؟ أريد أن أخبرك أن هناك تحدي منتشر جدا حقا في كل مكان، مثلا تحدي يوم كامل في السيارة، أو تحدي يوم كامل في الحديقة هكذا. أجل، لقد عرفت التحدي. ماذا تريدين نفعل تحدي مثله؟ نعم يا أمي. حسنا، ما هو؟ هو يوم كامل في المركز التجاري، ما رأيك؟ حقا أشوف المركز التجاري أتوقع أنه أفضل مكان لفعل هذا التحدي. أشوف هذا هو أفضل مكان، ولكن لماذا اخترت المركز التجاري؟ لأنه بعد تقريبا 10 أيام سوف يكون العيد، لذلك نستغل فرصة نشتري أيضا ملابس للعيد وهذه الأشياء، ومنها نفعل التحدي. حسنا، لقد عجبتني في الحقيقة. ياي حسن يا أمي، هل وافقت إذن؟ أجل بالتأكيد. حسن لنذهب، متحمس أنا كثيرا. حسن نجلس أولا ثم نذهب. حسن أمي أنا جاهزة. حسن وأنا أيضا، هيا بنا نذهب. لك فقط أريد أن أودعك، كلبي لطيف، إلى اللقاء، أحبك كثيرا. حسنا هيا نذهب. ياي وأخيرا قد وصلنا. حسنا لندخل من هنا، لأن هنا مكان ملابس الفتيات وهنا مكان ملابس الشباب. حسنا إذا. واو، المحل رائع جدا. أهلا وسهلا بكم في محل الملابس. أهلا أهلا. حسنا متحمس كثير ملابس العيد، وأنا أيضا يا أمي. واو انظري كيف سأختار بين هذه الملابس كلها، إنها جميلة جدا. أعتقد أن هذا التحدي لن يكون صعبا. أجل وأنا أيضا، سيكون ممتع بالتأكيد. حسنا ماذا سوف أختار؟ هذا يبدو جميلا، سوف أضعه جانبا لأجربه. وماذا أيضا، ما هذا؟ حسنا أعرف، سوف أضع بضعة ملابس وسوف أجربها. أنظر، هنا يوجد الملابس الجديدة التي نزلت قبل تقريبا يومين، وهذه أجلنا هذا. وحسن سوف أجرب هذا، وأنا سوف أجرب هذا الفستان، يبدو رائعا حقا. وهذا أيضا، أو لا لا، أريد تجربة هذا، هذا يبدو أنيق أكثر. حسنا، وهنا يوجد أيضا لدينا هذه الملابس وإنها أيضا جديدة. حسنا لا لا، وهو أمري ابنتي هذا فستان، هذا يبدو جميلا جدا، أعتقد أنه سوف يكون رائعا عليك. حسنا حسنا سوف أخذه. هل يمكنني أخذه؟ أو لا، أعتذر، إنه فقط هكذا معروض على المجسم فقط. ماذا حقا يمكنني أخذه؟ لا أنا آسفة، ولكن هنا يوجد أيضا فساتين، انظروا كلكم الاختيار في بينها. هذا الفستان يبدو جميلا، يجب عليك تجربته. حسنا يا أمي، وأنت يا أمي أيضا يجب عليك تجربة هذا الفستان يبدو جميلا. أو لا لا، أعتقد أنه يناسبني، لا لا أريده. وهذا انظري، هذا أيضا، هذا فستان سوف أقوم بتجربته أيضا. وهنا لدينا الفنائل والبلايز. حسنا هذا لدينا، هذا لدينا، هذا إنها كلها جديدة حقا، إنها فقط للعيد. وأريد تجربة هذا مثلا، وأيضا هذا إذا سوف أجربه. في أبدا سوف تأخذين كل المحل. هذا فعل أمي، إنها كلها جميلة. أو حسن لا ألومك، إنها حق الروعة. وهذا أيضا، ما هذا؟ أو هذا يبدو جميلة، سوف أخذه حقا. أمي ماذا أفعل؟ حسنا ما هذا؟ لا 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 أريد هذا. حسنا، وهنا يوجد البناطيل هكذا، أيضا كلها جديدة، ما شاء الله كل شيء لديكم جديد.
نعم، كلها نزلت في خلال أسبوع فقط، الأسبوع الماضي. ليس هذا يبدو جميلا علي يا ولدتي؟ انظري. أوه حسنا، تبدو روعة مع هذه البوسة، وأقوم بتجربتها أنا. أمي حقا عجبتني ماذا أفعل. حسنا، وأيضا هذه أيضا جديدة. واو هذا الروعة حقا، سأقوم بتجربته. وهنا لديكم المكان الذي يمكنكم أن تبدل فيه ثيابكم هكذا، أو أيضا يوجد هنا مكان آخر، هذا مكان. حسنا، وهنا يمكنكم أن تفصلوا ما الذي تريدونه، ويمكن أن نفعله لكم. وهنا تضعون اللبس كهدية ويتم تغليفه. هذا رائع حقا، ولكن نأخذ هدية لأختي. نأخذ هدية لخالتي، أجل ما رأيك؟ حسنا فكرة جميلة، هيا هيا بنا لنبدأ تجربة ملابسنا. سوف أخذ أنا ملابسي. سوف أخذ ملابسي وأبدأ بتجربتها، وأنت أيضا. لماذا كل ملابسي باللون البنفسجي؟ أنت لا أعرف، غريبة. حسنا نبدأ تجربتها هنا. حسنا لقد انتهيت، وأنا أيضا انتهيت. واو من فستاني عليك جميل جدا حقا، يليق بك كثيرا. وأنت أيضا هذا فستان حقا يليق بك كثيرا، واللون بنفسجي هكذا، معطي ألوان جميلة. حسنا ما رأيك أنت؟ حقا أعرف أنها جميعها جميلة، ولكن يمكنكم أيضا تجربة الملابس الأخرى لتقرروا. أجل حسنا بنا نجرب الآن. حسنا الآن اللبس الثاني، ما رأيك؟ حسنا لا أعرف، لم يعجبني هذا الفستان كثيرا حقا. حقيقة ما أنا أيضا عندما رأيت لي في المرأة لم يعجبني كثيرا، ولكن أنت الفستان جميل جدا عليك. أجل لا أعرف، لقد عجبني كثيرا، سوف أخذه بالتأكيد. حسنا أصدقاء، لقد انتهينا من تجيب جميع الملابس، والآن سوف نريكم ما الذي اشتريناه. أنا لقد اشتريت هذه البلوزة مع الجاكيت، وهذا الفستان. حسنا، وأنا اشتريت هذا الفستان وفستان آخر أيضا، وسوف أخذ لأختي هذا الفستان هدية، وسوف نغلفه هنا كذا. مثلا حسنا سوف نغلف هدية ونعود لكم. حسنا أخيرا لقد غلفنا كما ترون، وسوف أعطي هدية لأختي، بالتأكيد سوف تفرح كثيرا. حسنا شكرا لك كثيرا، العفو، تفضلي. كلها $200. حسنا تفضلي، شكرا كثيرا لزيارتكم متجري، العفو متجرك يبدو رائعا. نعم حسنا الآن لنخرج لنذهب. يا إلهي يا ولدي لا أصدق ذلك، ماذا؟ لقد عدت 3 ساعات ونحن هنا. يا إلهي حقا لم أشعر بالوقت. أجل وأنا أيضا. حسنا الآن نذهب لمتجر الأحذية. حسنا لقد وصلنا. انتظر أمسكي كيس هذا، سوف أسحب بعض النقود وأعود. حسنا يا ولدتي، حسنا أخذ هذه النقود لنشتري بها. حسنا أعتقد أن هذا يكفي. حسنا هي بنا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في متجر الأهدية. حسنا ماذا سوف نختار؟ هل يمكن نضع الأكياس هنا من فضلك؟ أجل بالتأكيد، شكرا. سوف أضع هذا هنا أيضا. حسنا إذا ماذا سوف نختاره؟ واو انظري لهذه كل الأحذية تبدو رائعة، والتي أشعر أن هذا مع الفستان يبدو رائعا جدا. حسنا وأنا أعتقد أني سوف أخذ هذا الذي على اللون البني قليلا، يناسب كثيرا الفستانين الذي اشتريتهم، أجد أنه جميل جدا معهم. حسنا والتي هل يمكن أن أخذ أكسسوار للشعر من هذه هكذا، هذا يبدو رائعا جدا. واو
يبدو زميل رسمت عليك يا صغيرتي. حسنا يمكن أن أخذه؟ بالتأكيد يمكنك. حسنا نضعه هنا ولنرى ماذا يمكن أن نأخذ. أوه سوف أستدي هذه الحقيبة، ما رأيك يا زميلة؟ إنها جميلة جدا تناسب حقا جميع فساتينك. حسنا سوف أخذها. وماذا هنا لدينا أيضا؟ انظر مثل هذا، أوه ماي جاد، إنه مشبك شعر على شكل قطة. أوه يا إلهي هذا يبدو مضحكا حقا. واو هذه مشاة جميلة جدا، ولكننا هنا فقط للعيد. حسنا يوجد لديهم نظارات شمسية، وهذا المحل يبدو روعة حقا. سوف أخذ هذا، لا أعتقد أنها تبدو مضحكة. حسنا هذا، حسنا هذه جميلة جدا. وأنا سوف أخذ، ربما سوف أخذ هذا. تبدو رائعة أليس كذلك؟ نعم إنها كذلك. وسوف أخذ هذه أيضا، ردة الشعر تبدو جميلة. أنا سوف أخذ أيضا من الإكسسوارات، سوف أخذ هذا تبدو رائعة مثلا، سوف أخذها. وماذا أيضا؟ حسنا تفضل، يوجد هنا تشكيلة جديدة من القبعات هذه كلها، إنها جديدة وحصرية. نعم لقد رأيناها، ولكنها لا تناسب العيد. أو أجل للعيد، أو عندك محقق لا تناسب العيد، هذه أعتقد أنها تناسب العيد أكثر، توجد هنا، ولكن أعتقد أنكم أخذتوها. أجل أجل تقصد الربطة؟ نعم على أجل أخذتها تبدو روعة. أجل حسنا، وهنا أيضا يوجد قبعات، ولكنها مثل عندما تذهبون للتنزه أو شيء كهذا لا تناسب كثيرا. حسنا ولكن أنا أريد أن أحاسب على هذه فقط، حسب بالطبع سأحسب عليكم الآن. أضعه هنا، بس لا تكفي، إنها لا تدخل، لأنها لا تدخل هنا. حسنا لا بأس، يمكن أن أحملها هكذا. تفضل، شكرا لك كثيرا. العفو، شكرا كثير لزيارتكم محلنا. العفو. ويا إلهي لدينا أشياء كثيرة حقا، ونحن لم ننتهي بعد. أو أهلا، يمكنكم وضع حقائبكم هنا. حقا أقصد الأغراض التي اشتريتموها. شكرا كثيرا لك. العفو لا بأس، لكي تتسوقوا براحة أكثر. أوه حسنا هذا يبدو أكثر مريحا أكثر. حسنا اللقاء، إلى اللقاء. واو حسنا أعتقد أن هذا الصالون أجلناه كذلك، يبدو رائعا جدا. واو أنا متحمسة لتجربته كثيرا، وأنا أيضا. وأنظري أمي هنا، يمكن أن نأخذ الصورة سويا. حسنا ما رأيك نأخذ بعدها ننتهي من الصالون؟ حسنا فكرة رائعة، هيا بنا الآن. مرحبا، مرحبا بكم بزيارتنا. أهلا. حسنا ماذا تريدونها؟ مكياج أم عيادة التجميل أم هنا يمكنكم أن تفعلوا ممكن السباحة والاسترخاء. حسنا نريد فقط شعر ومكياج. نعم نريد فقط شعر ومكياج. حسنا إذا أنت 50 وأنت 50، ذلك سوف تكون 100 دولار. حسنا أهلا وسهلا بكم، اليوم سوف أكون على مساعدتكم وسوف أفعل لكم المكياج والشعر. مرحبا مرحبا. حسنا أولا من يريد أن يصفف شعره؟ في الحقيقة أنا أريد شعري هكذا. حسنا أنا أريد أن أصفف شعري. حسنا أو لا ليس جميلا هذا، حسب أغير لك الآن. تغير فقط. لدينا هذا، مو هذا يبدو جميل الحقيقة، ما رأيك يا ابنتي؟ أوه يبدو رائع، ولكن ليس لا يوجد أجمل منه. حسنا سوف نرى. يوجد هذا، واو أبدو جميلة.
عجيب انت تبديل جميلة جدا بهذه تصفيفة الشعر. حسنا سوف اختار هذا. ازول الان المكياج وافعل لكم المكياج. سننس بابا كهذا او هذا الارض سنن بيلي لا اعرف لماذا شعركم اصبح هكذا. حسنا والان انتهيت كلكم رؤيتكم في رؤية نفسكم في المرأة. واو نبدو جميلين حقا، شكرا لك كثيرا. العفو. حسنا يبدو هذا الصالون روعة حقا. والان لنأخذ الصورة لنا. حسنا ولا الهي انظري صورتنا كيف يجب ان نتقرب قليلا. حسنا هكذا سوف ارى الان. تبدأ اسمه لك لا اعرف. حسنا اخذ الان الصورة. واو هذه الصورة تبدو اروع بكثير حقا، انها روعة جدا. حسنا يا امي الان كم الساعة الان؟ اعتقد انها عدت 24 ساعة حقا. يا حسنا يمكن الان العودة للمنزل. اجل يا امي سوف نعود للمنزل الان. حسنا لقد كان يوما جميلا جدا حقا، لقد استمتعت فيه كثيرا. اجل وانا ايضا انا نعود للمنزل. قبل ان نعود للمنزل يجب علينا ناخذ اغراضنا. اجل اجل اقرصنا في المحل. وكذا نكون وصلنا لهذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيته. لا تنسوا الضغط على زر اللايك وباي.